اهلا وسهلا بيكم في قناة بوسي كروشيه. فيديو النهاردة هنعمل اعادة تدوير لبطرمان صفيح. بطرمان صلصة غسلته ونشفته، هجيب شريط ستان ممكن تستخدمي تخين رفيع عادي زي ما الموجود عندك. هجيب مسدس الشمع، هلزق البطرمان هنا من تحت بالستان، وهنفضل نلزق الستان لحد ما نلف البطرمان كله بالستان. بس نخلي بالنا ان احنا نلزقه على طرف القاعدة من تحت، وبرضه هنلزق الحتة دي كمان، هنلزقهم في بعض علشان ما تبانش. وبعد كده هنطلع على فوق، الشكل ده كده. هكمل لزق البطرمان كده بنفس الطريقة بالشمع، هلف حوالين البطرمان شريط الستان كله وهرجع لكم تاني. اشتغلت كده بنفس الطريقة ان انا غطيت البطرمان كله بشريط الستان. دلوقتي هقص الخيطة دي وهجيب الشمع، هقص اخر هلزق اخر طرف، هتنيه مثلث بالشكل ده كده وهحط عليه شمع وهلزقه. هيكون معايا كده بالشكل ده كده. دلوقتي انا عايزة ان انا اعمل الستان هنا واعمله على حرف البطرمان من فوق، فهحط شمع على حرف البطرمان الطرف بتاعه وهجيب شريط الستان وهلزق الطرف بتاعه هنا. هلزق الطرف كله بتاع شريط الستان على دايرة البطرمان. هكمل لزق للاخر وارجع لكم تاني. ولزقت الطرف للاخر، دلوقتي هقص الخيطة دي وهلزقهم في بعض. هبتدي احط شمع هنا عليه من جوه على شريط الستان من جوه على الطرف برضو، عشان لما اتنيه يتلزق في البطرمان من جوه.
هلزق البطرمان كله كده من جوه بنفس الطريقة، هلزق شريط الستان وهرجع لكم تاني. اشتغلت بنفس الطريقة وخلصت البطرمان. انا كنت عاملة شريط من الكروشيه للتزيين، ممكن تشتري شرايط بالمتر من عند بتاعة الخيوط، او ممكن تعملي لو انت بتعرفي تشتغلي كروشيه تعمليه بخيط الكروشيه، وطريقته سهلة وبسيطة. هسيب لكم اللينك بتاع الفرع ده في صندوق الوصف. هلزقه بالشكل ده كده على البطرمان. هجيب الطرف هنا عند البداية، التزيين بقى ده زي ما انت حابة، ممكن تزينيه بخرز، ممكن تزينيه بالفوم، كل واحد على حسب ما بيحب. انا هزينه هنا زي ما اتفقنا بفرع من الكروشيه. يكون معايا بالشكل ده كده، ممكن نستخدمه زهرية ورد، ممكن نستخدمه حامل للأقلام، ممكن نستخدمه حامل للإبر. طريقته جميلة وسهلة. لو عجبكم الفيديو أو استفدتم منه اعملوا لايك وشير واشتراك في القناة.